ممن بغى وتجبر، الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر. سيدنا عبد الله بن حذافة السامي اتأثر في بلاد الروم. ملك الروم عايزه يتفتن عن دينه بأي طريقة، جرب معه كذا حيلة، فضلت معه حيلة، قالوا له هي دي حيلة مجربة ويقع يعني. عمل ايه؟ قال لهم هاتوا لي أجمل امرأة، ملكة جمال الروم، يعني ملكة جمال أوروبا، ودخلوها على عبد الله بن حذافة في السجن، ودخلوها عريانة يعني كما ولدتها أمه، واطلبوا منها ان هي تمكنه من ان يزني بها، وحطوا له حراسه وخلوه يعني يدور الدنيا امان كلها. دخلوها عليه وهو كان في السجن، كان عمال يذكر ربنا ويستغفر الله، وجد امراه عاريه، ومش اي امراه، ملكه جمال الروم. فهي تلقي نفسها عليه، وخد بالك من حاجه، عبد الله بن حذافه رجل متزوج يعني يحتاج الى المراه، وسايب زوجته بقاله 4 شهور يعني في اشد الحاجه الى امراه، الى زوجه في الحلال، وخد بالك، ودخلوا عليه ديت وقالوا له الملك بيديك امر ان انت تفعل الفاحشه وفي امان، يعني ما فيش مشكله خالص، واحنا حاطين لك حراسه كمان على السجن. تخيل، بامر ملكي من ملك الروم. دخلت المراه ترمي نفسها في احضانه وهو يصرخ ويبعد عنها، معاذ الله، انه ربي احسن مفهوم، معاذ الله معاذ الله، فضل يبعد عنها وهي ترمي نفسها في حضنه ويبعد عنها، مش عايزها. حد ما المرأة يئست وزهقت، وحست ان هي كانها عفوا يعني كان واحده مثلا عندها مرض مثلا هتعديه، واخد بالك، حست ان هو قرفان منها مش طايقها، فطرقت على الباب. نقلت الاخبار واقفين على الباب يريدون ان ينقلوا لملك الروم خبر فتنه واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم. فاول ما خرجت الحراس اللي بره قالوا ماذا صنعتي؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. الله أكبر. ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر.